فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها، فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. من لم يعمل إلا لدنياه، سواء استمتع بأمواله وشهواته في الدنيا ولم يستعملها للآخرة، أو أنه أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أشد. فالذي يستمتع بالملذات والمشتهيات والمحرمات وإن كان مجرما وضارا لنفسه، لكنه أخف من الذي يختل الدنيا بالدين، الذي يعمل الأعمال مثل المنافقين، فإنهم يعملون العبادات لا لأجل الثواب والأجر، وإنما لأجل نيل الدنيا والعيش فيها. ولهذا قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الخميلة، سماه عبدا لهذا المال، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لم يرضى.